أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. خرقت قوات النظام اتفاق خفض التوتر الذي تبنته روسيا في ريف حمص الشمالي بعد ساعات من بدء سريانه، وقال مراسلنا إن قوات النظام قصفت أهدافاً في قرى وبلدات بريف حمص الشمالي بالقذائف والأسلحة الثقيلة، مضيفاً أن القصف شمل بلدات تيرمعلا وأم شرشوح والفرحانية وغرناطة، فضلاً عن قرية عقرب المحاذية لمدينة الحولة. أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عدم صحة مزاعم الخارجية الإيرانية حول استكمال إجراءات التحقيق في حادث اقتحام السفارة السعودية لدى طهران وقنصليتها العامة في مشهد. وأكد مصدر سعودي تعمد إيران التسويف والمماطلة بعد إبلاغ الجانب الإيراني بجاهزية الفريق السعودي للتواجد على الأراضي الإيرانية للمشاركة في المعاينة. أحكمت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على طريق إمداد الحوثيين ومواقع أخرى عدة في مديرية ميدي في محافظة حجة الحدودية مع السعودية. جاء تقدم القوات الشرعية بعد معارك ضد الانقلابيين بدعم من طائرات قوات التحالف التي شنت 22 ضربة جوية على أهداف المتمردين. وذكرت مصادر يمنية أن المعارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع المنظمات الصحية الدولية بنحو 33 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في المحافظات اليمنية كافة. وقال مركز الإغاثة السعودي إن الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود المملكة الحثيثة في رفع معاناة الشعب اليمني. أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية في مدينة ملقا كانت تهرب الإيرانيين إلى بريطانيا بوثائق مزورة. وقالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من 100 شخص في عملية استغرقت سنة كاملة بالتعاون مع بريطانيا وشرطة اليوروبول. انضم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل مبلغ مالي قياسي بلغ 263 مليون دولار. ووقع نيمار عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي الفرنسي، سيحصل بموجبه على أكثر من مليون دولار في الأسبوع، ومن المنتظر أن يقدم النادي الباريسي لاعبه الجديد اليوم في ملعب حديقة الأمراء. موجز إلى اللقاء.